بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذتي الأعزاء، موضوع درسنا اليوم هو عبارة عن مراجعة للحصة الخامسة من الوحدة الرابعة في المستوى الرابع ابتدائي. الموضوع التوصيل الكهربائي للمواد. فالدرس يرتكز على التفريق بين الموصلات والعوازل. إذن فلنلاحظ جميعا الصورة، وهي عبارة عن طباخ يمسك بيديه مقلاة. إذن لماذا يمسك الطاهي مقبض المقلاة الساخنة بقطعة من القماش؟ الفرضيات: يمكن أن يمسك الطاهي مقبض المقلاة الساخنة بقطعة من الثوب لكي لا تنزلق المقلاة، لكي يساعده الثوب على حملها، أو لكي لا تحرقه يد المقلاة الساخنة. حسنا، إذن الحرارة من المقلاة الساخنة إلى يد الطباخ لأنه يلبس قفازا من الثوب. إذن فدور القفاز هو حماية يد الطباخ من الحرارة المنبعثة من المقلاة الساخنة. لهذا يمكن أن نقول بعبارة أخرى أن القفاز يعزل حرارة المقلاة عن يد الطباخ، فالقفاز هو مادة عازلة بين يد الطباخ والمقلاة الساخنة. بنفس المبدأ نلاحظ في هذه الصورة أن هذا الكهربائي يرتدي قفازا، هذا القفاز نسميه قفازا عازلا، وذلك لتفادي الكهرباء. لهذا تكون كما تعلمون جميعا جميع الأسلاك الموصلة للكهرباء مغطاة بالبلاستيك، وهو ما نلاحظه في منازلنا أو في كل الأماكن. فالأسلاك الموصلة تكون مغطاة بالبلاستيك لتفادي الصاق الكهربائي. نستنتج مما سبق أن هناك مواد عازلة للكهرباء. معنى عازلة للكهرباء أي أنها لا توصل الكهرباء. وفي الصورتين نرى الخشب والبلاستيك، وهما مادتين عازلتين غير موصلتين للكهرباء. ومثلما توجد مواد عازلة توجد أيضا مواد موصلة للكهرباء. وفي الصورتين نرى الحديد والنحاس، فالحديد والنحاس مادتين موصلتين للكهرباء. هيا لنختبر. لاحظوا معي التجارب الأربع. إذا في التجربة الأولى لدينا دارة كهربائية بسيطة، بطارية وأسلاك ربط ومصباح، غير أن كما تلاحظون أحد أسلاك الربط يصل بين طرفيه مواد مختلفة. ففي الصورة الأولى يصل بين طرفي سلك الربط الأحمر مادة الألمنيوم،
وفي الصورة الثانية يصل بين طرفي السلك الربط الأحمر دائما مادة النحاس. وفي الصورة الثالثة يصل بين طرفي سلك الربط الأحمر مادة الحديد. وفي الصورة الرابعة يصل بين طرفي سلك الربط الأحمر مادة القصدير. إذا بالعودة إلى الصورة الأولى والتي يربط الألمنيوم بين طرفي سلك الربط الأحمر، نرى أن المصباح مشتعل، وهو نفس الشيء الذي ينطبق على الصورة الثانية حيث النحاس يربط بين طرفي سلك الربط الأحمر والمشتعل. نفس الملاحظة بالنسبة للصورة الثالثة، حيث أن الحديد الذي يربط بين طرفي سلك الربط الأحمر يجعل من المصباح مشتعلا، وهو ما ينطبق أخيرا على الصورة الأخيرة، حيث أن القصدير الذي يربط بين طرفي السلك الأحمر يجعل المصباح موصل، عفوا مشتعل. إذا فبما أن جميع المصابيح مشتعلة، فإننا نقول أن الألمنيوم، النحاس، الحديد، القصدير هي مواد موصلة للكهرباء. إذا قلنا أنها مواد موصلة للكهرباء لأن المصباح مشتعل في الحالات الأربع، أي أن الطاقة الكهربائية المنبعثة من البطارية تصل إلى المصباح فيشتعل المصباح. إذا لهذا نسمي هذه المواد مواد موصلة. دائما في الجزء هيا لنختبر، وبنفس الطريقة سنرى 4 تجارب مختلفة. في التجربة الأولى لدينا دارة كهربائية كما كان الشأن بالنسبة للجزء السابق، دارة كهربائية بسيطة، غير أن السلك الأحمر يربط بين طرفيه خيط هذه المرة. وفي الصورة الثانية يربط بين طرفي السلك الربط الأحمر خشب. وفي الصورة الثالثة يربط بين طرفي السلك الأحمر بلاستيك. وفي الصورة الأخيرة يربط بين طرفي سلك الربط الأحمر ورق. إذن أحبتي، إذا ما تمعنا جيدا في هذه التجارب نرى أن المصباح في الصور الأربعة غير مشتعل. لذا فإن الخيط لم يمكن من إيصال الكهرباء من البطارية إلى المصباح، أو نقول بعبارة أخرى أن الخيط عزل الطاقة الكهربائية الصادرة من البطارية عن المصباح. نفس الشيء بالنسبة للخشب، الخشب بدوره عزل الطاقة الكهربائية الصادرة من البطارية عن المصباح، لذا فالمصباح غير مشتعل. نفس الشيء دائما بالنسبة للبلاستيك الذي عزل بدوره الطاقة الكهربائية الصادرة عن البطارية، عزلها عن المصباح، فظل المصباح غير مشتعل، وهو ما ينطبق بنفس الشيء وبنفس المبدأ، حيث أن الورق عزل وصول الطاقة الكهربائية من البطارية إلى المصباح فظل المصباح منطفئا. بهذا ويمكن أن نقول أن الثوب والخشب والبلاستيك والورق عبارة عن مواد عازلة للكهرباء نظرا لأن المصابيح غير مشتعلة. إذن هذا هو الجزء الثاني. الجزء الثاني
اختبرنا مجموعة من المواد غير الموصلة ونقول أنها عازلة للكهرباء. نتذكر المصطلح: مواد عازلة للكهرباء. طبعا ليست كل هذه المواد هي مواد عازلة، بل هناك مواد أخرى عازلة. إذن بإمكاننا تصنيف بعض المواد إلى، أقول بعض المواد، مواد موصلة ومواد عازلة. إذن من بين المواد الموصلة أن نذكر النحاس، الحديد، الفضة، القستير، الألومنيوم، الذهب، الزئبق، والكربون. إذن هذه مواد موصلة. والمواد العازلة يمكن أن نعطي أمثلة عنها كالتالي: البلاستيك، الخشب، الصوف، الورق، الزجاج، الخيوط، أي خيوط الثوب طبعا، النايلون، المطاط، والهواء. وهذه مواد عازلة، أي أنها لا توصل الكهرباء. الآن لنختبر أنفسنا في هذا التدريب البسيط. كما تلاحظون هناك مجموعة من الصور، 6 صور. في الصورة الأولى لدينا قضبان حديد، في الصورة الثانية لدينا قضبان نحاس، في الصورة الثالثة قنينات بلاستيك، في الصورة الرابعة زجاج، في الصورة الخامسة أوراق، وفي الصورة السادسة والأخيرة خشب. التعليمة تقول: نضع علامة تحت المواد العازلة في الصور. أقول: العازلة. إذا نلاحظ جيدا في مما سبق أن رأيناه، يجب أن نضع علامة تحت المواد العازلة، العازلة أي المواد التي لا توصل الكهرباء. إذا خذوا وقتا كافيا للإجابة، وبعدها يمكن أن تطلعوا على الجواب. الجواب هو كالتالي: الصورة الأولى التي تحتوي على قضبان من الحديد لم نضع تحتها علامة نظرا لأنها مادة موصلة. الصورة الثانية كذلك لم نضع تحتها علامة لأنها مادة موصلة أيضا، وهي قضبان النحاس. الصورة الثالثة والتي هي عبارة عن قنينات بلاستيك، فقد وضعنا تحتها العلامة لأن البلاستيك مادة عازلة. الصورة الرابعة والتي تمثل الزجاج وضعنا أيضا تحتها علامة نظرا لأن الزجاج مادة عازلة. وفي الصورة الخامسة أيضا والتي تعبر عن الورق وضعنا أيضا علامة نظرا لأن الورق مادة عازلة. وفي الصورة الأخيرة والسادسة والأخيرة وضعنا أيضا علامة تحت الخشب لأن الخشب مادة عازلة. إذن من بين الصور الستة وضعنا 4 علامات تحت 4 مواد عازلة، بينما لم نضع أي علامة تحت صورتين تمثلان مواد موصلة. إذن ما فائدة المواد الموصلة؟ طبعا كما تعلمون جميعا، فالمواد الموصلة تستخدم لنقل التيار الكهربائي. فمثلا ينقل التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية الموجودة في مكان سكنك عبر أسلاك نحاسية. إذن أما ما فائدة المواد العازلة، فتستخدم المواد العازلة خصيصا للحماية، فهي تحمينا من الأخطار الكهربائية. فمثلا تغطى الأسلاك الكهربائية بمواد عازلة مثل البلاستيك والمطاط، وذلك لحمايتنا.
إذا كانت هذه معلومات إثرائية صغاري. نهاية الدرس، بالتوفيق لكم في مسيرتكم الدراسية، وشكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.